فأنا أظن أن تغيير الرئيس الأمريكي لا يؤثر على دعم دولة أمريكا لدولة الكيان الصهيوني، وهي دعم غير محدود حقيقة. ولنا فقط أن نبحث عن المعلومات عن جو بايدن القادم. جو بايدن كثير من الناس يعني هللوا كثيرا لقدوم جو بايدن، والحقيقة أننا في الدول العربية نلمس دائما تهليل وترحيب بالرئيس القادم، وما ذلك إلا لأننا نعرف أن أمريكا لها دور كبير جدا في تنصيب وفي سياسات دولنا، ولها تأثير كبير جدا على معيشة الناس حقيقة. لكن أخي جو بايدن اختار نائبة أصلا يهودية، وزوجها يهودي، هي لا تعلن اليهودية لكن زوجها يهودي صرف يعني، ولذلك هذا أول زوج لنائبة رئيس أمريكي يكون يهودي، هذا في تاريخ أمريكا، يهودي في الديانة الرسمية. أيضا جو بايدن أبناؤه الثلاثة متزوجين بيهوديات، ولذلك أحفاده يهود، يعني إذا كانت المرأة يهودية فابنها يهودي، فبالتالي أحفاد جو بايدن هذا الذي يهلل له كثير من الناس هم أيضا يهود. وهو في حملته الانتخابية كان صريحا وواضحا أعلن دعمه لدولة الكيان الصهيوني دعم لا محدود. يعني في المستوى القريب نحن لا نتوقع أي تغيير في سياسة الدعم غير المحدود من الحكومة الأمريكية.